السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل محاضرات الكلينيكال إيميونولوجي. نتحدث اليوم إن شاء الله على موضوع الفاكسينيشن. فاكسينيشن طبعا يمكن الاسم هذا مش غريب علينا، اسم قديم. تعرف موضوع لويس باستير في موضوع الفاكسين اللي حضروا على اسم الكاو اللي كانت طبعا تابعة لإدوارد جينر، فاكسنا اللي طبعا كاسم معنى كاو باللاتيني. اوكي، فطبعا لويس باستير احتراما للشغل اللي اشتغل العالم إدوارد جينر على الكاو، تمام، فسمى الشغل بتاعه طبعا فاكسينيشن او فاكسين. بمعنى عام فاكسينيشن اللي هو عبارة عن عملية بريباريشن، يعني أنا عايز أعمل عملية التحضير لجسمي، تمام، to fight against the disease، تمام، in case that we come in contact with the disease. يعني في عندي أنا infection، في عندي أنا باتوجين حياتي عندي، يكون جسمي عامل بريباريشن لهذا الباتوجين القادم بحيث أنه يكون في عندي هناك immune response against. هذا in general في هذا التعريف. طبعا هنا بقسموا الفاكسينيشن او الاميونيزيشن ان جنرال لباسيف واكتيف. الباسيف اميونيزيشن طبعا امر متعارف عليه، ان ويتش طب احنا هنا في الحاله دي بنعطي انتي بودي جاهز، بنعطي عندنا سيلز، تمام، للريسيبيانتس. وهذا الكلام طبعا بيكون تحت عدة كونديشن، احنا هذا الامر بنعيشه احنا في حياتنا. يعني تصور انت لما يكون مثلا انت عندك بيبي بيعمل فيدينج، بريست فيدينج، بياخذ وكانه بياخذ عباره عن فاكسينيشن، ولكن في الحاله عباره عن باسيف. فور اكزامبل الام ترانسفير انتي بودي من الام للبيبي من غير البلاسينتا، برضه عباره عن باسيف فاكسينيشن او كنيتشرال باسيف فاكسينيشن. anyway الباسيف فاكسينيشن طبعا احنا بنعمل عليه بيرفورمانس لانتي بودي او سيلز ترانسفير لريسيبيانتس. وهذا الكلام احنا ممكن نعمله، تمام، من خلال عده ظروف ممكن يكون بيعيشها الريسيبيانت او البيشنت. اول حاجه ممكن يكون في عنده هذا الانسان اللي احنا اعطيناه باسيف اميونايزيشن انه في عنده فلاسل ديفيشنسي في الانتي بودي برودكشن، تمام، في عنده مشاكل كونجينيتال اور اكوايرد بروبلم على مستوى البي سيلز او مستوى مثلا التي سيلز. هذا الشغل. الشغله الثانيه انه ممكن يكون في عندنا نفس البيشنت انه اللي احنا عايزين نعطيه هذا الباسيف فاكسينيشن عنده مشاكل هيلتي، زي مثلا ممكن يكون في عندنا اطفال عندهم لوكيميا، تمام، بشكل او باخر، تمام، وهذا الاميون ان جنرال ريسبونس عندهم ويك. في عندنا ناس ممكن يكون عندهم اميون سبريس، تمام، عندهم ميونو ديفيشنسي. ففي الحالة هذه احنا طبعا بنعطي اللي هو باسيف فاكسينيشن في بشكل عام. ممكن يحصل عندنا انه انا عايز اعطي باسيف فاكسينيشن في حالة ما بصير في عندي بروبلم. يعني مثلا ممكن يحصل هذا الكلام، بيحصل عندنا بعض الأحيان ممكن تكون انت تشتغل في بلاد بانك، او مثلا دكتور بيعمل عملية مثلا جراحية بشكل او باخر، او في البلاد بانك بيحصل انت بتعمل عملية سحب لوحدة الدم انه يصير في عندك كونتاكت مع النيد اللي انت سحبت فيها من هذا المتبرع، ويكون في هناك عنده مثلا هيباتيتس بي على سبيل المثال، او مثلا انا تعرضت لتيتانوس توكسويد فور اكزامبل، او دكتور تعرض مثلا لهيباتيتس. في الحالة دي انت عايز تعمل نيوتراليزيشن للبروبلم اللي دخلت عندك زي الفيروس انتيجن. ففي الحالة دي بتعطي انت مثلا انتي بودي على اساس انت تعمل عملية ايش بروتكشن as soon as possible في هذا الموضوع. اذا هذه اوجه من اوجه الباسيف فاكسينيشن اللي احنا ممكن نتعامل معها. الاكتيف اميونايزيشن طبعا انا عايز اعمل بروتكشن، وهذا الكلام اللي بيحصل في عمليه التطعيمات اللي احنا بنعملها للبيبيز الاطفال اللي عندنا. طبعا انا عايز اعمل بروتكتيف اميونيتي بشكل او باخر، بمعنى ان انا عايز اعمل عمليه انه اخلي يكون الاميون سيستم اكتيف، تمام، وفي عنده مجال انه الخط بتاع الهيومورال اميونيتي والسيل ميديتد اميونيتي يكونوا جاهزين في حاله ما يصير في عندي مشكله. هذه الشغله. الشغله الثانيه انه انا يكون عندي ميموري، وهذه قضيه مهمه جدا، وانا طبعا موضوع الميموري عليه دراسات كثيره انه كيف نحاول نعمل عمليه تحسين للميموري في هذا الجانب. اذا موضوع الميموري موضوع مهم جدا في عمليه الاكتيف اميونايزيشن. لابد يكون عندي انا ايش ميموري
بحيث انه يكون في عندي لونج لاستنج اميونيتي ويصير عندي عمليه البروتكشن فور لونج تايم. ان جنرال الفاكسين كفاكسين او كما يقال الاي دي الفاكسين لازم يكون توفر فيه عده صفات، يكون افوردبل وورد وايد، يعني يكون متوفر بشكل او باخر، يكون في عندنا ستابيليتي لانك انت بتعطي لعده اماكن بعيده جدا، في عندك حراره معينه فلازم يكون عندك ستابيليتي في هذا الفاكسين، ممكن يكون ممكن كل مكان سنجل دوز كل مكان افضل، كل ما يكون طبعا نعطي كم كبير جدا من الناس طبعا بكون اكبر، لانه في الحاله هذه انا بقدر اعمل بروتكشن على مدى واسع من البوبيوليشن. طبعا يكون عندنا الادمنستريشن باي ميكوزال رول بكون برضه مور بيتر، ويكون في الحاله هذه طبعا افضل يكون سوتابل موجود عندي اساس نعمل عمليه الادمنستريشن ان ذا ايرلي لايف، وهذا الكلام اللي بيحصل عندنا في عمليه الفاكسينيشن لاور تشيلدرن. جنرالي من خلال هذا التيبل بقول لي انا الفاكسينيشن في عندنا او بمعنى اصح الاميونيتي في عندنا باسيف اميونيتي اللي تيجي من خلال عمليه الفاكسينيشن اللي احنا بنقول عليها باسيف فاكسينيشن، ممكن تكون نيتشر وزي ما ذكرنا في موضوع الماتيرنال انتي بودي من خلال البريست فيدنج او من خلال المدر في موضوع البلاسنتال، او ممكن نعطي انتي توكسينز. الاكتيف اميونيتي طبعا هي بتمثل في نيتشر انفكشن، انا تعرضت لانفكشن اوكي حيحصل عندي عمليه اللي هو ميون ريسبونس وحيصير عندي هناك ميموري، انا اعطيت فاكسينيشن. طبعا في هناك اوجه للفاكسين اللي انا بعطيه اللي بتوقع يعمل لي اميونيتي، ممكن يكون عنده وحنتحدث عنه يعني ليتر اون اتنيويتد اورجانيزم، او ممكن نعطي ان اكتيف اورجانيزم، او ممكن نعطي بيوروفايد ماكرو مولكيولز، هذه وجه اخر، او ممكن نعمل نعطي كلونز، يعني نعمل عملية اللي هي جينيتك ريكومباينيشن تمام من خلال فيكتور، ونعمل عملية تحضير على مستوى جينيتكس، وهذا الكلام بيحتاج إلى جينيتك انجينيرينج تمام، إنه نعمل عملية وجود أنتيجين من خلال عملية ريكومبينانت تكنولوجي، وهذا من ضمن الأوجه في موضوع الأكتيف فاكسينيشن. ممكن نعطي مالتي فيلنت كومبلكس، يعني نحاول نعطي مثلا كومبلكس أوف ذا بروتينز لعدة تايبس اوف ذا باثوجينز، ممكن يحصل عندنا وجود فاكسين لمور ذان وان باثوجين. ممكن نعمل توكسويد، ايش يعني نعطي توكسويد؟ يعني يكون في عندي انا توكسين، التوكسين عملت له ان اكتيفيشن بحيث انه الباثوجينيسيتي بتاعته تخف، ويكونش في عندي تغير في الاستراكشر بتاعه، وفي الحاله دي بنحصل على توكسويد ممكن يعطيني اميون ريسبونس في المستقبل. التايب اوف فاكسينيشن زي ما ذكرنا انه في عندي اتنيويتد، وهذا الاتنيويشن ممكن يحصل عندي للفيرال، ممكن نعطي للبكتيريال بشكل او باخر تمام. انه انا في الحاله هذه عايز اعمل اتنيويشن، عمليه تضعيف للباثوجينيسيتي بشكل او باخر. طبعا تضعيف الباثوجينيسيتي للميكروب سواء كان فيروس او بكتيريا طبعا موستلي بيكون اندر كلتشرنج تمام في ابنورمال كونديشن، لمين؟ لهذا الباثوجين اللي احنا عايزين نعمله اللي هو عملية تحضير to be as a vaccine. ومن ضمن هذه الأمثلة لو مثلا طلعنا على المايكوبكتيريوم بوفيس تمام، احنا ممكن نعطي هذا السترين بهيئة باسيلس كلمة جورين اللي هو على اسم العالم اللي حضر هذا الشيء تمام. هذه البكتيريا طبعا احنا ايش بنعملها؟ بنعمل عملية جروينج، بنعملها كالتشرينج فوين؟ في كالتشر موجود فيها highly concentration of the bile salt تمام، وهذا ممكن يحاول يعمل لي عملية attenuation أو إضعاف للباثوجينيسيتي بتاعت هذه البكتيريا. مثال آخر مثلا عندنا البوليو فيروس، البوليو فيروس احنا ممكن نعطيه طبعا البوليو فيروس بنعطيه على أساس يكون عندي زي طبعا في منه نوعين، نوع اسمه صابين وهو بيكون attenuated تمام، بأنه دائما نعمل culturing على مدى طويل لمين؟ لهذا الفيروس في monkey kidney epithelial cells. عندنا ميزلز على سبيل المثال كذلك، ممكن الروبيلا فيروس نعمل له جروينج في الدك امبريو سيلز تمام، بعد كده نعمل له برضه في الهيومن سيل لاينز. هذه كلها عباره عن امثله هاو تو ميك اتنيويشن فور ذا باثوجين سواء كان عندي مايكرو بكتيريا او فيروس. طبعا هنا في بالنسبه للميزلز ان جنرال بيقول لي نوت sufficient quantity of maternal measles antibody persist for one year، يعني ملخص الملاحظة هذه انه بدك تدير بالك لما تعمل عملية الفاكسينيشن للميزلز
تقريبا يعني الانتي بودي بتاعت المادر ستيل اكزيست ان ذا بيبي بلاد ستريم. فمعناته انت لو رحت اعطيت فاكسين وصار عندي هناك نيوتراليزيشن مع الماتيرنال انتي بودي بتاعت الام في داخل البيبي، فبتوقعش ان يتكون عندي نوع من الميموري او يصير في عندي هناك عمليه بالفعل لونج تيرم فاكسينيشن او ميموري. في الحاله دي احنا بنحاول ناخر تمام تقريبا لمده عام، بحيث انه يصير في عندي ابروكسيميتلي توتالي ديكلاين في الماتيرنال انتي بودي في السيرم بتاع مين؟ بتاع البي. وعلى الاساس بتاخر عمليه الفاكسينيشن للميزلز ما يقرب تقريبا 9 شهور او سنه. الادفانتج بتاعت الاتينويشن، ولو ذكرنا مثال على الاورال بوليو، طبعا انا عايز اقول زي ما ذكرنا انه الادفانتج بتاعت الاتينويشن، انا عايز هيومورال، عايز سيلولار اميونيتي، از ويل از انا عايز طبعا ميموري. طبعا انا في الحاله هذه في الاورال انا عايز اي جي جي والاي جي عفوا اي جي اي والاي جي بدوره طبعا بيعمل عمليه كوتنج لمناطق الجاسترو انتستينال تراك، وهيعمل عمليه نيوتراليزيشن للفيروس ان جنرال بحيث يكون في عندي هيومورال اميونيتي في هذا الموضوع، بمعنى انه حيصير في عندي نوع من البلوك للفيرال بنتريشن تمام، ومش هيحصل عمليه بنتريشن للفيروس في داخل الابيثيليال سيلز، وهلما بصير يحصل عمليه البروتكشن. اللي بيحصل في موضوع البوليو هنا كملاحظة انه احنا بنعمل مالتيبل ايمونايزيشن لمين؟ للاورال بوليو فاكسين. يعني احنا ممكن نعطي مرة مرتين طبعا ثلاثة، ممكن نعطي كمان سبورت تمام ليتر اون. في هذا الموضوع احنا بنعرف انه البوليو عبارة عن مور دان وان سترين، يعني عبارة عن ثري سترينز اوف بوليو. وهذا طبعا احنا طبعا الاسم بتاعه زي ما ذكرنا هو عبارة عن صابين بوليو فاكسين تمام، وبكون في ان هذه التري اتنيويتد موجوده عندي. النقطه هنا في الصابين ريكواير بوستر، يعني احنا هنعطي جرعه اولى بعد فتره هنعطي جرعه ثانيه جرعه ثالثه في هذا الموضوع. صحيح انا ليش هذا الامر بيحصل؟ كما يقال بحاول يفسروا الامر هذا، بقول لي انه البوليو السترينز الموجوده، قلنا الثلاث سترينز هذه لو اعطينا احنا في المره الاولى، انا في الحاله هذه كما يقال بانه يصير عندي بريدومينانسي لواحد من هذه السترينز الثلاثه، بكون يعني وضع الاميون ريسبونس اجينست هذه السترينز ممكن يكون وضعه افضل، هذا تفسير العلماء تمام، بحيث يتشكل عندي ميموري كويس ويتشكل عندي يعني اميونيتي اجينست السترين الاولى. لو رحت اعطيت الثاني البوست السكند دوز بعد فتره، هيحصل يكون الاول اوريدي صار في عنده موجود هناك عندي ميموري سيل، فانا بحفز الميموري سيل لان انا بعطي الجرعه على الثلاث سترين مع بعض، وفي نفس الوقت السترينز الثاني والثالث واحد هيكون منهم بريدومينانت، فهيعمل برضو اكتيفيشن مور سترونجر دان ذا ثيرد وان تمام. في الحاله هذه انا بكون نشطت الاول والشغل الثاني عملت له ايش؟ اللي هو وجود اكتيفيشن او ميموري سيل للثاني. فور اكزامبل لما اروح اعطي الجرعه الثالثه في موضوع البوليو فاكسين تمام، في الحاله هذه انا الاول والثاني فور اكزامبل عندهم اوريدي ميموري صار بنشطهم، والثالث كمان انا بحاول يصير عندي طبعا له بريدومينانسي في موضوع الميموري. ولو رحنا عملنا كمان سبورت بعد فتره لرابع، برضه في الحاله هذه انت بتعمل عمليه ايش؟ نوع من الاندكشن لمين؟ للثلاثه سترين ميموري سيلز تمام، وهيك بصير في عندنا بالفعل اللي هو وجود ميموري الى الثري سترينز. هذا من ضمن التفسير واي وي نيد بوستر لمين؟ للصابين بوليو فاكسين. طبعا الان طبعا بالنسبه للعلماء بيشتغلوا على موضوع الجينيتك انجينيرنج، يعني الان لو بدك تعطي مثلا هيربس فيروس روتا فيروس بيحاولوا يعملوا عمليه اللي هو جينيتك جين موديفيكيشن، بحيث ايش؟ ما يحصلش عندي عمليه ايش؟ اني بروبلم في موضوع الانفكتيفيتي بتاعت هذا الفيروس، انه يصير له عمليه نوع من الري اكتيفيشن ويعمل لي انفكشن. فاحنا بيعمل له عمليه التريتمنت على مستوى جينيتكس بحيث انه الباتوجينيستي ابروكسيميتلي ما يكونش في عندنا اي باتوجينيستي في هذا الموضوع. الانكتيف فايرال او بكتيريال، طبعا انا عايز اعمل ان اكتيفيشن او بمعنى اصح عايز اعمل نوع من الديت.
وهذا الكلام كان بيستخدم فيه الهيت وبيستخدم فيه الكيميكال، ولكن وجدوا انه الهيت ممكن يعمل عمليه ديناتشوريشن ويصير في عندي مشاكل، ما يحافظش على الانتجريتي بتاعت الاستراكشر بتاعت الفيروس او البكتيريا، فصاروا يتعاملوا بايش؟ باللي هو موضوع الكيميكال تريتمنت من خلال الفورمالدهايد او مثلا سيرتين الكليتنج ايجنتس، تمام. وهذا الكلام استخدموه. في هناك عندنا الاذر فورم اوف ذا بوليو فاكسين بسموه السولك، انه انت بتعطي سواء كان للسولك او بتعطي مثلا للوبين كاف للبرتوسس بكتيريا فاكسين، تمام، من خلال التعامل مع هذا البكتيريا او هذا الفيروس. طبعا السولك هو عباره عن الان اكتف فورم اوف ذا مين اوف ذا فيروس بوليو فيروس، تمام. في الحاله هذه انت بتعمل له عمليه ايش؟ ان اكتيفيشن، بحيث انه تعالجه من خلال الاديشن اوف فورمالديهايد، تمام، اللي هو قلنا السولك هو عباره عن الان اكتف فورم. الصحيح هنا في موضوع الاميونايزيشن اختلاف عنه، انه انت بتحتاج الى ريبيتد بوستر اوف ذيس كيلد فاكسين. ليش؟ عشان تقدر تحاول تضمن اكثر انه يكون بالفعل اعطاني لونج لاستنج اميونيتي، تمام. هذا الشغله. الشغله الثانيه الصحيح بيتحدث العلماء بانه الكيلد فاكسين ان جنرال، سواء كان بكتيريا او سواء كان فيروس، طبعا في شانس في موضوع الافكتيف immunity will be more less، وبالاخص في موضوع السيل ميديتد immunity، تمام. يعني هو ممكن يكون اكثر صار عندي هيومورال immunity rather than سيل ميديتد ايش immunity في هذا الموضوع. هذا من ضمن الايش الميزه بتاعت الاتينويتد فيروس في هذا الجن. هذه عباره عن جاست كير بوضح لي انه انا لو اعطيت سولك، طبعا قلنا الانكتيف فورم اوف بوليو فاكسين، طبعا حيحصل عندي وجود، طبعا يبدا يتشكل عندي الميموري، حيظل عندي طبعا لونج لاستنج، وكذلك حيحصل وجود عندي انتي بودي. طبعا انا الانتي بودي طبعا له هاف لايف، هذا منطق يكون احنا فاهمينه، انه انا الي هاف لايف، مش لازم يقعد اشهر كانتي بودي، لا، الانتي بودي صحيح له هاف لايف عباره عن ديز، ولكن طول ما في عندي ميموري سيل او كما يقال في عندي لونج لاستنج بلازما سيل، تمام، بتضل هي تعطيني انتي بودي ولكن ودين ليميتد كونسنتريشن، وبضلوا معي طول الحياه. عشان هيك لو انا جيت فحصت الانتي بودي مثلا للبوليو بعد سنه بعد سنتين ثلاثه اربعه، هلاقي في عندي ما جاء انتي بودي تايتر. ليش؟ لانه ما زال في عندي ميموري وبتعطي هذا الانتي بودي بشكل عام. طيب خلينا نعدي على السريع على موضوع بعض من differences among او between the live attenuated will kill. طبعا زي ما قلنا البرودكشن بتاعت الاتينويتد، قلنا في عنا عمليه جروت كونديشن وهلم مجره، هناك في عنا ايش بعض الاحيان نعرض لجاما راديشن او ممكن نعرض لكيميكلز في هذا الموضوع. الشغله الثانيه طبعا البوستر ريكويرمنت، جنرالي ممكن احنا في ان جنرال في موضوع الفاكسينيشن بتاعت الاتينويتد سواء كان بكتيريا او فيروس، تمام، ممكن نعطي سنجل دوز، تمام، نو نيد مور. اما هناك في الان اكتف بيكون عندي بيحتاج الى مالتيبل. احنا لما ذكرنا في موضوع البول قلنا لان في عندي مور ذان وان سترين، لكن لو كان عندي وان سترين ممكن اعطينا سنجل دوز از انف. الاستابيليتي الان اتينويتد بيكون ليس ستيبل، الكل طبعا عبارة عن more stable، وهذا كلام ممكن يكون التوزيع تاعه في العالم بكون more worldwide أكثر in general. type of immunity زي ما ذكرت هنا عندي humoral وكمان بيعطي cell mediated، mostly في موضوع inactive more mainly humoral في هذا الموضوع. أوكي. النقطة الثانية في موضوع adverse effect، تمام، إنه ممكن يحصل عندنا إيش may revert to virulent form، يعني يحصل عندي ايش reactivation للفيروس ويصير عندي نوع من الباتوجينيسيتي. اما بالنسبه للكل طبعا ما فيش عندنا هناك في مجال يعمل عمليه ايش reactivation ويحصل عندي باتوجينيسيتي مره اخرى. هذا من ضمن الفروقات ما بين الاتينويتد والاكتيف والانكتيف. في صيغ اخرى للفاكسينيشن ممكن نعطي ماكرو مولكيولز،
اوكي ممكن اذا كان انا خايف من موضوع الريسك، انت ممكن حد ممكن يعطي بيوريفايد موليكولز ان جنرال، وهذا الكلام بتمثل في انه بعض الاحيان بنعطي احنا توكسويد ان اكتيف توكسين، تمام، او ممكن نعطي بوليسكرايد لبكتيريا. بس طبعا الموضوع البوليسكرايد له حديث اخر حنتحدث عنه ليتر اون، عاده بنعطى كونجوجيتد، او ممكن احنا نروح نريح اكثر نعطي ريكومبوننت سيرفيس انتيجين زي ما بنحكي في موضوع الهيباتيتس فاكسين بنعطي سيرفيس انتيجين. اوكي في موضوع البيوريفايد ماكرو موليكولز بقول لي انه بعض الاحيان بيحصل عندنا ديفيكالتي في انك تحصل كميه كبيره من هذه الماتيريالز، فهذا من ضمن يعني الاشكاليات اللي بتصير عندنا في هذا الموضوع. ولكن طبعا الان ما دام دخل عندي الجينيتك انجينيرنج انه هذه التوكسينز او هذه البروتينز طبعا احنا الان بنحضرها من خلال عمليه الكلوننج وممكن نحصلها بكم كبير وتمشي الامور بشكل افضل. خلينا نتطرق للبولي سكرايد فاكسينيشن. طبعا موضوع البولي سكرايد بتاعنا فوق احنا في موضوع الباثوجين الاميونيتي، احنا عارفين البولي سكرايد ما بيعمليش هيومورال مع او بالمعنى الصح ما فيش هناك ميموري against the sugar in general، وهذه من ضمن المشاكل في موضوع الفاكسينيشن للبكتيريا، تمام، للبكتيريا. طبعا نعرف في عندنا بكتيريا عندها بولي ساكرايد، في عندنا بكتيريا زي الستريبتوكوكس هيموفيلس وهانوم جارا، تمام، وعندهم طبعا نوموكوكس بكتيريا. في عندنا هذه البكتيريا عندها اللي هو كابسول بولي ساكرايد وبسترينز طبعا مختلفه. هذه البكتيريا طبعا اوكي انا معني انه يتكون لها انتي بودي فور لونج تايمينج في هذا الموضوع، وطبعا هم بيعملوا لي ريسك في موضوع الانفكتيفيتي سواء كان للانفنت او للالدر بيشنت، فلا بد يبحثوا على موضوع الفاكسينيشن في هذا الامر. ولكن زي ما ذكرنا الليميتيشن بتاعتها انه انا هذه الشوجر عندي عباره عن تي اندبندنت، يعني عباره عن تايمس اندبندنت مانر، يعني ممكن يطلع عندي انتي بادي زي الاي جي ام بدون ما يكون عندي ايش ميموري في هذا الموضوع. تي هيلبر مش هيصير لها انفولفمنت بمعنى انه هيتكون عندي نوع من الميموري بشكل او باخر. فهنا كان لابد من يحصل عمليه الكونجوجيشن. يمكن تعرفوا انتم موضوع فكره الهاتين اللي اخذناه في الفصل الاول انه لابد يعملوا عمليه كونجوجيشن، زي مثلا بدنا نعمل عمليه فاكسينيشن للهيموفيلس انفلونزا تايب بي بسموه هيب بي، تمام، هذا الان هذا الفكره تاعته لابد تعمل عمليه كونجوجيشن. ايش يعني كونجوجيشن؟ تعمل عمليه اللي هو اديشن اوف ذيس بولي ساكرايد، تمام، كبسول او هذا البولي ساكرايد بتاعت الكبسول على مين؟ على كارير بروتين از ا كونجوجيت. فمن هون لابد يحصل عندي عمليه ايش؟ الكونجوجيشن. طبعا هنا عمليه الكونجوجيشن بالفعل انيبل انه يحصل عندي عمليه كلاس سويتشنج. طبعا مين اللي هيحصل له برزنتيشن؟ هو البروتين اللي هو عباره عن الكارير، ولكن كما يقال في فكره الهابتين ديش انا اعيدها تاني انه هيحصل عندي عمليه كلاس سويتشنج من اي جي ام لاي جي. ولكن في عندي هنا ملاحظه زي ما هو موجود عندي هنا، اولدو ذيس تايب اوف فاكسين كان انديوس ميموري بي سيل، ولكن ما زال في عندنا ايش اشكاليه في موضوع الميموري تي هيلبر سيل في هذا الجانب، تمام، وهذا جانب. جانب تاني بيقول لي انه دي دونت جنريت بوتنت سايتوتوكسيك تي لمفوسايت، تمام، that exogenous protein are inefficient ويحصل لهم في عملية البرزنتيشن على الام اتش سي كلاس 1، وهذه من ضمن الاشكاليات كما يقال في موضوع الكونجوجيت فاكسينيشن بالنسبة لمين؟ للبولي ساكرايد. فالفاكسين الان اللي يعطى لموضوع البولي ساكرايد لسيرتن تايبس اوف بكتيريا سواء كان هيموفيلس او سواء كان ستريبتوكوكس او اذر بكتيريا من خلال عمليه الكونجوجيشن اوف ذا ساكرايد مع البروتين. طبعا بيجي بيقول لي هنا كمان ملاحظه اخرى، بيقول لي children younger than 2 years of age have a general inability to produce adequate level of antibody. وجدوا انه في عندنا ما زال الاطفال less than 2 years عندهم مشكله في عمليه الاكتيفيشن للميون ريسبونس عشان يعطيني انتي بودي، فور اكزامبل للهيموفيلانس انفلونزا او مثلا نايسيريا او الستريبتوكوكس ان جنرال. ف
فبقول it has been suggested that this inability may be arise because the infant not respond to tea independent very well في هذه المرحلة to generate for example IgM as the immature maybe B cell للبيبي still تمام لل tea independent. هذه من ضمن الملاحظات اللي كانت موجودة انه بالفعل وجدوا انه في early time of vaccination في هناك حيكون عندنا إشكالية في موضوع immune response against T independent antigen. عندي ملاحظة تانية بقول لي chemical linkage of polysaccharide to T dependent antigen انك تحطها مع توكسويد تمام زي النيسيريا مثلا تمام ممكن يعمل امبروف في الاميونوجينيسيتي. طبعا هم اكيد بيعطوه من خلال كونجوجيشن لليانجر. صحيح بنعطي احنا فاكسينيشن لهذه البكتيريا less than 2 years اساس احنا نعمل عمليه ميموري فورميشن تمام وممكن يصير عندنا ريسبوند ميو ريسبونس اجينست ذا بولي ساكرايد. طبعا هذا شكل البولي ساكرايد اوكي هو عباره عن تايمس اندبندنت. في الحاله هذه لو اعطيناه بشكل مجرد حيكون عندي اي جي ام اولي. في حاله ما نعطيه كونجوجيتد مع كارير بروتين تمام لهذا السكر حيحصل عندنا عمليه تي هيلبر سبيسيفيك فور يعني ريسبونس اجينست ذيس ايبيتوب اوف ذا بروتين. وكذلك هيحصل عندي كلاس سويتشنج بحيث انه يعطيني اذر انتي بودي زي الاي جي جي اجينست ذا ساكرايد زي ما حكينا في فكره الهابتين لما بيحصل له عمليه الكونجوجيشن مع البروتينز. هنا عبارة عن فيجر بوضح لي انه والله ممكن يحصل. صحيح ان طول ما البيبي عندي في انسايد يوترس ممكن يبدأ يكون من خلال بعد تقريبا ثلاث شهور او ست شهور يبدأ عندي سينتيسيز باي فور هيد اتس فور هيز اون اي جي ام. هذا موجود عندنا. لكن احنا طبعا عندنا ماتيرنال اي جي جي ان جنرال. ماتيرنال اي جي جي طبعا بيحصل بصير عندنا برودكشن للاي جي جي وبصير له ترانس بلاسنتال وممكن يكون موجود عندي بعدين بصير له ديكلاين. البيبي اي جي جي زي ما هو شايفين احنا هنا بالاحمر بيبدا عفوا الاي جي اي بيبدا يتشكل عندي من خلال بدايه الولاده. الاي جي ام زي ما احنا شايفين هنا بيبدا يتشكل تقريبا بتاعت البيبي من خلال بعد الست شهور الاولى بشكل او باخر. معناته الاميون ريسبونس او البرودكشن بتاعت الانتي بوديز بصير لها نوع من الاكتيفيشن ان جنرال. وكمان ان الاي جي جي بتاعت النيو بورن بتبدا مع البدايه بتاعت اللي هو عفوا الاي جي اللي هو الاحمر والاي جي جي اي جي اي اللي هو عندي الازرق. معناته كانه بيحصل عندي كلاس سويتشنج في موضوع الانتي بوديز. طبعا زي ما ذكرنا انه احنا بنعطي توكسويد فاكسين ووضحنا انه هو عباره عن نفس التوكسين ولكن صار نوع من الموديفيكيشن. يعني ايش صار؟ احنا الموديفيكيشن كانت في موضوع ان سبريس ذا باثوجينيسيتي من خلال التريتمنت اوف ذا توكسين بفورمالديهايد ونحوله من توكسين لتوكسويد. لكن في هذا الامر بيكون ممتاز وبيعطيني اميون ريسبونس وكانه بيجي لي الشكل عندي هنا توكسين كيميكال موديفيكيشن من خلال الفورمالدهايد بتحول الى توكسويدز. انه الايبيتوبز ما زالت موجوده على هذا البروتين معناته ممكن يحصل عندي اميون ريسبونس اجينست نو بروبلم. طبعا ستايل اخر من الفاكسينيشن اللي هو موضوع مين؟ موضوع الريكومبيننت انتيجين فاكسينيشن قلنا من خلال الكلونز. وهذا الكلام يعني فكرته مش صعبه انه احنا بنعمل عمليه ايش؟ تحضير فيكتور هذا بلازمنت وبكون في عنا الجين طبعا بتاع البروتين اللي احنا عايزينه انترستد زي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين او لتوكسين معين للدفتيريا اند سو اون تمام. بنحطه في فيكتور بعد كده الفيكتور هذا بنحطه في بكتيريا وبصير هذا الفيكتور بسموه اكسبريسنج فيكتور بيعمل عمليه سينثيسيس بيحصل عمليه ترانزليشن لبروتين اللي انت معني بالجينيتك ماتيريال بتاعته وبصير الوت برودكشن من هذا البروتين تمام. وممكن يحصل عمليه المالتيبليكيشن للبكتيريا في عندنا الوت برودكشن للبكتيريا الوت برودكشن انسايد هذه البكتيريا اللي فيها هذا البلازمين من هذا البروتين وبصير عمليه الاكستراكشن سواء كان حطيت هذا الفيكتور في بكتيريا او في ييست وبيحصل عندنا هذا الانتاج من هذا الفاكسين. ومثال على هذا كان الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين من خلال عمليه الريكومبيننت فاكسينيشن بتاعته اللي بتحصل عندنا في خلال الشركة.
في عنا الريكومبيننت فيكتور زي ما ذكرنا انه احنا بنعطي دي ان اي فاكسين، وهذا الكلام ممكن تعطي الفيكتور في خلال الدنتال اكسل لو انت معني تعمل عمليه مثلا ثيرابي او تعمل عمليه اكتيفيشن للاميون ريسبونس، انك تحط الفيكتور تمام او الدي ان اي البلازميد في داخل الدنتال اكسل، والدنتال اكسل يحصل فيها قلنا من خلال الاكسبريسنج فيكتور برودكشن لهذا البروتين، وصل عمليه برزنتيشن على الدنتال اكسل وهيك يعمل لي انهانسمنت للاميون سيستم. هذا امر واضح. والدي ان اي فاكسينيشن صحيح في له ادفانتج تمام، انه كاني بيعطيني النيتشرال فورم اوف ذا انتي بودي as well as can induce humoral وcell mediated ايش m unity. وهذا الامر كمان من ضمن الادفانتج بتاعته can make prolonged expression of the antigen which generates significant immunological memory. يعني احنا دائما في عنا اعتراض او تعرض لهذا الانتيجين for long time. هذه عبارة عن الادفانتج للدي ان اي فاكسينيشن اللي بتمثل انه احنا بنعطي الدي ان اي على هيئة طبعا فيكتور تمام في داخله التارجت بتاعي، وفي عندي طبعا ادفانتج من ناحية برودكشن ستابيليتي انفكتيفيتي فليكسيبيليتي، ما فيش عندي طبعا انا نو ريسك طبعا سهل انك تتعامل معه اكتيف لس قلنا سيلولر وهيومورال اميونيتي على مدى واسع بينتشر العمل فيه، التنقل فيه بشكل طبعا سهل ما فيش عندنا مشكله، بنعمل انجكشن من خلال سواء كان في المصل او ممكن نحطه بعض احيان على بيدز تمام كوتد على بيدز بتمشي الامور، وهلما جرب بنعمل انجكشن من خلال جان جين جان في هذا المجال. له ديس ادفانتج طبعا في من ضمن الشغلات اللي بتكونها في الديس ادفانتج انه ممكن يعمل لي انتجريشن في الهوست جينوم تمام، ممكن يصير عندي اوتو اميون اجينست تمام، او ممكن يكون عباره عن تولوروجينك يصير عندي تولوروجينك بمعنى انه ما يعمليش سبيسيفيك اميونيتي تمام، وكانه هذا عباره عن انتيجين اعطاني انتيجين وكانه سيلف انتيجين. هذه من ضمن الشغلات اللي بتخوفوا منها في هذا الجانب انه يكون عندي يصير انتجريشن في داخل الجينوم او يعمل لي وجود انتي بودي اجينست تمام، وهذا امر حيشكل لي مشكله من ناحيه اوتوميون، او ممكن يحصل عندنا وكانه يكون عباره عن سيلف انتيجين از اتولوجين. هذا عبارة عن رسمة توضيحية انه احنا ممكن نعطي دي ان اي فاكسين بغض النظر ايش هو الجين انسايد هذا الفيكتور اللي عندي تمام، وبنعمل له انتجريشن هنا بغض النظر ايش هو، بيعطيك التارجت تاعك، وفي الاخر طبعا حيقول لي انه هيعمل لي ميموري سيل للبي وميموري سيل للتي زي ما ذكرنا في موضوع فكرة الفاكسينيشن ان جنرال. ممكن بعض احيان يعطوا بيبتايد تمام، يعطوا سيرتين بيبتايد تمام، انه بيبتايد بيوريفايد فور سيرتين بروتينز اوكي، هذا الكلام بينعطى، لكن وجدوا انه بكون عندي عباره عن بورلي اميونو ايش اميونوجينيك، وبيعمل اندكشن للهيومرال اميونيتي ريدر دان سيلولار ميديتد ام اميونيتي اوكي. فهنا اجت فكره انه نعطي ايش كونجوجيشن لبروتينات معينه على اساس يكون عندي مور بروتكتيف لهذه البيبتايدز على اساس يكون عندي اميونيتي بيتر للبيبتايد. في فكره اخرى انه بيعطوا مالتي فيلنت سب يونت فاكسين. ايش يعني مالتي فيلنت سب يونت فاكسين؟ اختصر الكلام الموجود عندي هنا بالصوره الموجوده عندي هنا، بكون عندي انا بماتريكس سوليد ماتريكس عليها انتي بودي كوتد تمام، وبروحوا ايش بيعملوا، بيعمل عمليه كونجوجيشن او ربط لهذا الايبيتوبس سيرتين ايبيتوبز بتاعت بروتينز بيربطوها على هذه الانتي بودي. والله هذا عباره عن ايبيتوبز لبروتين معين بنربطها على انتي بوديز، هذه بدورها هتعمل اكتيفيشن للسيل ميديتد اميونيتي او للهيومورال اميونيتي تمام، او مثلا عندنا ايبيتوبز لا نعمل اندكشن للهيومورال اميونيتي. اذا بصير تركيب لهذه الايبيتوبز على الانتي بوديز اللي صار لها كوتينج على السوليد ماتريكس، بروح بيعملوا لها ايش عمليه انجكشن في داخل الانسان تمام، وهنا بسهل تمام عمليه الفاجوسيتوزز لهذا البيدز اوكي، وعليها هذه الانتيجينات، وبيحصل بعد هيك عمليه اللي هو ابتيك ومن خلال الانتيجين بريزنتنج سيل، وبعد هيك بصير عمليه برزنتيشن لهذه البيبتايد على سطح الام اتش سي كلاسز تمام،
ام ات سي كلاس 1 او ام ات سي كلاس 2، مما يحفز اللي هو الهيومورال والسيل ميديتد اميونيتي. هذه فكره من افكار المالتي فالنت سب يونت فاكسين. في فكره اخرى، في بالاخص لما بكون عندنا احنا عايزين نوجه فاكسينيشن للبوليسكرايد او مثلا لليبيد الا التارجت نفسه، فايش بيروحوا بيعطوا؟ بيعطوا انتي بادي، تمام، او بيعطوا انتي ايديوتايب. انتي ايش؟ ايديوتايب. يعني مثلا في عنا بكون موجود عنا ايش بالضبط، بيعرفوا انه في عندي ايديوتايب. هذه الايديوتايب مخصصه مثلا لانتيجين اكس او لسيرتين مثلا بروتين معين، تمام. هذه الايديوتايب فالايديوتايب هذه بروح بشكله يعني من ناحيه مانيوفاكتشرنج كتصنيع، بيعملوا انتي بادي ضد الايديوتايب، تمام. ضد ايش؟ ضد الايديوتايب. لما بكون عندي انتي بادي ضد الايديوتايب وكانه بيتعاملوا مع الايديوتايب از انتيجين، تمام تمام. الانتي بادي اللي احنا بنعطيه، خلينا نقرا عشان تكون الصوره اوضح شويه. ان انتي بادي، تمام، انديوسد تو ا سبيسيفيك ايبيتوب of an antigen has a combining site that structurally fits the epitope. Okay. If that antibody, anti-idiotype, that react with the V region, تمام؟ with the V region, the anti-idiotype, الآن لما أنا بكون عندي متعارف عليه إيش طبيعة الإديوتايب الموجودة لهذا الإبيتوب بتاعت أنتيجين معين، ورحت أعطيت الأنتي-إديوتايب وكأني أنا أعطيت إبيتو، تمام؟ هي المقصود في الموضوع، إنه أنت تكون عندك فكرة إنه إيش طبيعة الإديوتايب لأنتيجين معين، تمام؟ وتروح تعطي فاكسين بهيئة أنتي إديوتايب، تمام؟ اللي هو كأنه أنت أعطيت مدام أنتي الإديوتايب اللي هي عبارة لوك لايك إبيتو، وهيك أنت بتكون أعطيت فاكسين وكأنك أعطيت فاكسين لإيش؟ للإبيتو بتاعت الأنتيجين بتاعتك. وضحت؟ هذه هي الصورة في موضوع أنتي إديوتايب، اني انا بعطي انتي بادي اجينست وكانه انا منطقه الفيريبل ريجن بتاعته، تمام، هي بتشكل لي ايبيتو، وكانه انا بقول للجسم اعمل لي ميموري، تمام، واعمل لي ميور ريسبونس اجينست هذه المنطقه الفيريبل ريجن، بحيث وكانه اعمل لي ميموري اجينست ذا ايبيتو، تمام، لمين؟ لسيرتين انتيجين ذات يو ار انتريستد ان. هذا المقصود في انتي ايديوتايب فاكسين. طبعا عندنا هنا تيبل، التيبل من باب العلم طبعا بقول لي في عندنا انواع للستايل اوف فاكسينيشن. ممكن تعطي انت هول اورجانيزمز، تمام، ممكن تعطي هول اورجانيزم زي الانتراكس، كوليرا، بيرتوسيس مثلا، توبركلوز، تيفويد، او ممكن تعطي مثلا بارتيكلز زي الفيروس، انفلونزا اند سو اون، اوكي، او ممكن تكون انت تعطي بيوريفايد. طبعا ممكن الصيغه تكون عباره عن ان اكتف، وعرفنا ايش معنى ان اكتف، او يكون عباره عن ايش؟ لايف اتينيويتد، تمام، بشكل او باخر من باب المعرفه. او ممكن اعطي بيوريفايد زي ما احنا اعطينا توكسينز، توكسويد، زي ما اعطينا بوليسكرايد كونجوجيتد مثلا مع مع بروتين از اكارير، زي ما هو وضع عندي بوليسكرايد مع كارير. او ممكن نعطي للستريبتوكوكس نعطي ديستنج او ديفرنت سترينز من البوليسكرايد، تمام، او ممكن نعطي سيرفيس انتيجين زي هيباتيتس بي اللي احنا ممكن نعمله من خلال عمليه الريكومبيننت سيرفيس انتيجين. هنا بس توضيح كمان لطبيعه التايمينج في موضوع الفاكسينيشن اللي بتحصل للاطفال. طبعا ممكن يختلف من بلد الى اخرى انه وقتش بنعطي البي هيباتيتس او الدفتيريا او مفرس انفلونزا، وطبعا بعض الاحيان ممكن احنا نعطي تريبل فاكسين مع بعض، بعض الاحيان بيعطي خماسي ثلاثي ممكن نعطي، وبتمشي الامور 100% وبصير عمليه ستيميوليشن للاميون ريسبونس. بهيك بنكون احنا غطينا اللي هو موضوع الفاكسينيشن، وان شاء الله تكون الامور واضحه. وطبعا يا ريت تعليقاتكم واني كويستشن اي ويل بي ريدي ان شاء الله، على اساس انه نجمع الاسئله ونجاوب بهذا الموضوع. شكرا كثير، يعطيكم العافيه.